الحمد لله رب العالمين. صباح الفل وصباح النصر على حضراتكم جميعا. الحمد لله ان احنا كل ما بنقول عايزين نبتدي حلقه بصباح النصر بنبتديها مع حضراتكم. الاهلي دايما مفرحنا والاهلي دايما مشرفنا. صباح الخير. صباح النصر. صباح وصباح النصر على حضراتكم. صباح الفل عليكم جميعا واهلا بكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله كالعاده. طبعا هنتكلم معاكم عن كل الامور اللي متعلقه بالنادي الاهلي ولا سيما مباراه الامس اللي الحقيقه كانت مباراه قويه جدا كلنا شاهدنا من خلالها حضور قوي لشخصيه البطل شخصيه الكيان شخصيه النادي الاهلي. فان شاء الله تكتمل الفرحه باذن الرحمن يوم السبت القادم مبدئيا باليوم مبروك. انا بس عايزه الشهاده كده سريعا معلش ولا الامور بتنسى يعني قولي. انا قلت توقعاتي الاسبوع اللي فات وقلت لما كان معانا كمان كابتن ماهر انا قلت لك يا كريم احنا هنكسب 1-0 حصل ولا لا؟ حصل وانا شاهد المخرج يقول حصل. لا حصل بقى يا جماعه والله. حصل واللينك موجود. انا قلت ان احنا هنفوز رغم ان احنا سمعنا طبعا تحليلات مختلفه من يعني قنوات واعلاميين وزملاء ان كان في البعض متخوف البعض كان بيخشى هذا اللقاء ولكن الحمد لله ان احنا فعلا قدرنا نفوز وزي ما انت قلت شخصيه الاهلي كانت ظاهره. 90 دقيقه خلصوا لكن لسه عندنا 90 دقيقه جايه ان شاء الله تكلل برده بالنجاح. احنا اكيد بنفرح اكيد بنسعد بنتشرف ولكن اكيد بنطوي الصفحه وبنبص فيما هو قادم باذن المباراه القادمه في الاياب تكون مباراه قويه جدا. عايزين برضو نشوف كوره حلوه. احنا شفنا الشوط الثاني كوره حلوه مش بس فوز حلو لا شفنا كوره حلوه رغم بعض يعني الصعوبات اللي كانت موجوده في الاجواء المحيطه سواء قبل المباراه اللي ادت الى تاجيلها نص ساعه في نص ساعه الكاف طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا اللي حصل ولكن المباراه اتلعبت والمباراه كانت حاجه تشرف جدا. هنتكلم في كل التفاصيل دي بقى بس خلينا ننوه في البدايه على فقراتنا. الفقره الاولى هنتكلم فيها مع بطل من ابطال السباحه بالنادي الاهلي والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن محمد عادل عفوا الفقره الثانيه هيكون معانا كابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق لان لسه في محاور كثيره عايزين نتكلم فيها فيما مضى وفيما هو ان شاء الله قادم. زي ما انت قلتي واحنا فعلا يعني هنعتبر ان نصف نهائي يعني البطوله دي كان عباره عن 90 دقيقه تمام صحيح لعبنا الشوط الاولاني هناك ولسه ان شاء الله تكتمل الفرحه باذن الرحمن يوم السبت القادم. مفيش شك ان ماتش امبارح كان يعني موتر جدا للاعصاب وخصوصا قبل انطلاق صافره البدايه اصلا. يعني حضراتكم اكيد تابعتوا المباراه وشفتوا من اللي حصل ومساله الجماهير وتفريقهم والغاز المسيل للدموع وانعكاسات هذا الامر على لاعبي الفريقين وتحديدا النادي الاهلي وسمعنا عن حالات اغماء وكانت حدوته كده كبيره بس الحمد لله رب العالمين انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بهدف محترم جدا اكيد هيسهل الامور نسبيا علينا يوم السبت الجاي ان شاء الله. اكيد طبعا زي ما انت بتتكلم واحنا دايما بنقول يعني العين علينا او عيننا دايما متركزه على النهائي وعلى البطولات. فزنا اي نعم بالمباراه بالامس لكن احنا باصين فيما هو يعني قادم. احنا فزنا بهدف نظيف مع على الترجي ولكن احنا اكيد عايزين اللي جاي ان شاء الله كمان الاياب يكون شوط يعني قوي في العوده بقى بالقاهره وان شاء الله نقول مبروك للتاهل النهائي وبعدها مبروك بقى لدوري ابطال افريقيا. والحد هنا نقدر نقول يعني ان العشره باذن الله يا اهلي في الطريق اهي ولكن برضو احنا منتظرين يعني مش عايزين من دلوقتي يا كريم نفرح قوي احنا لسه منتظرين فيما هو قادم. يعني هي الظاهر ان دي يعني ايه مش عارف اقولها لكم ازاي قدر النادي الاهلي كلاعبين وكجهاز فني واداري وقدرنا احنا كمان كجماهير ان احنا يعني ايه اي فرحه عندنا بتبقى منقوصه الى حد كبير. يعني حتى لما بتكتمل الفرحه بانتصار وبالحصول على كاس او على درع او على لقب بطوله من البطولات حتى الفرحه ما بتاخدش اكتر من يومين بالكثير لان بعد كده الصفحه زي ما انت كنت بتقولي يا نهاوند بتطوى بالكامل عشان نستعد لما هو قادم. هو ده النادي الاهلي. يعني طبعا الفوز بهدف في جوله الذهاب لا يعني له الكثير طبعا شيء اكيد مفرح بطبيعة الحال ولكن الفرحة إن شاء الله تكتمل يوم السبت الجاي في جولة الإياب في القاهرة وإن شاء الله هتكون هي الحاسمة للتأهل للنهائي الإفريقي. كلنا في انتظار يوم 26 يونيو ومباراة حاسمة في القاهرة وإن شاء الله بإذن الرحمن هتكون نهايتها أهلوية وانتصار أهلاوي إن شاء الله. لسه عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه بس خلونا نبدا بان بعثه الاهلي طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب وصلت القاهره بالسلامه الحمد لله. ده كان امبارح التحرك كان امبارح تحديدا على طول من رادس مباشره بعد انتهاء المباراه وتوجهوا بقى لمطار قرطاج للعوده للقاهره وكان في وداعهم السفير ايهاب فهمي سفير مصر في تونس. الحقيقه عايزين بس هنا كمان نوجه الشكر لسياده السفير وكل طاقم يعني السفاره على اللي قدموه للبعثه حاجه كانت محترمه من بدايه لما وصلوا
لتونس وفي المطار لحد دلوقتي لما بنتكلم عن الوداع، يعني حاجة كانت في قمة الاحترام. فشكرا جدا أكيد للدبلوماسية المصرية ودورها الكبير اللي بتقدمه. طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي ترأس البعثة كان ليه أثر قوي جدا في دعم الفريق، وجوده دايما الحقيقة بيفرق، وده ظهر يعني بقوة في نتيجة المباراة بالفوز رغم الأحداث اللي سبقت المباراة وكانت سبب في التأجيل لمدة ساعة كاملة، لكن الحمد لله فاز النادي الأهلي في النهاية. كابتن الخطيب كان حريص على تهنئة كل اللاعبين وأثنى على الأداء المميز اللي كل اللعيبة قدموه وأشاد بالروح القتالية العالية للفريق. زي ما احنا بنتكلم وزي ما احنا قلنا، وده اللي طالب بيه كابتن محمود الخطيب اللاعبين ان هم يركزوا في مباراه العوده بالقاهره اللي وصفها بالشوط الثاني. يعني احنا دلوقتي لعبنا شوط ولسه الشوط الثاني، وطبعا احنا عايزين نحسم هنا بقى بطاقه التاهل لدوري النهائي او الدور عفوا النهائي بالبطوله. وده زي ما بنقول واحنا نرجع نكرر ثاني، ده جزء من شخصيه الاهلي اللي بنركز دايما فيها على اللي جاي. مباراه العوده هي المباراه الحاسمه، اكيد مهم كمان ان احنا نحلل ونشوف الأداء في الذهاب. احنا لعبنا برضو زي ما احنا قلنا بشكل او بروح، يعني روح الاهلي كانت موجوده. احنا بنتكلم ان الاهلي بمن حضر، كل الكلام اللي حضراتكم يعني عارفينه ده عن النادي الاهلي وعن لاعيبتنا وعن الجهاز الفني اكيد هنرجع نكرره تاني. ولكن احنا لو هنتكلم كده برضو، ديانج امبارح يا كريم كان بيلعب بشكل محترف جدا بصراحه. ديانج امبارح كان اكثر من رائع، ونزول قفشه في الشوط الثاني برضو غير كتير من سير المباراه. وجود قفشه كان عظيم جدا، يعني هتحس ان هو لاعب لازم يكون موجود. يعني طبعا احنا عارفين كان عنده اصابه كل حاجه، لكن ربنا يعني سلم. لكن وجوده لما نزل في الشوط الثاني برضو فرق كتير جدا. والتغييرات لو هنتكلم برضو، التغييرات بصراحه الموسيماني قام بيها كانت تغييرات منطقيه جدا وفي ميعادها. عارف لما تتكلم كمان التغيير كان في ميعاده. بصراحه موسيماني امبارح شابوه، حاجه كانت محترمه. كان في اجماع امبارح على ان شابوه الموسيماني دي حقيقه، يعني حتى كمان على يعني من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي. وبطبيعه الحال اكيد زي ما هنتعرف مع حضراتكم في سياق حلقتنا النهارده لما نروح بقى لفقره الصحافه ونشوف اتكتب ايه واتقال ايه عن مباراه الامس، وتحديدا كمان عن موسيماني اللي زي ما قلت لكم كان في اشاده واسعه جدا في الخطه اللي كان بيلعب بيها وبالثبات الانفعالي ليه وكل اللاعبين الحقيقه في مباراه الامس. تعالوا بقى نتكلم عن شخصيه الاهلي اللي كانت حاضره بمنتهى قوة، ويعني كانت حاضرة رغم الأحداث اللي سبقت المباراة. وطبعا زي ما حضراتكم تابعتم كنا بنقول من شوية نزول بعض المشجعين وبالتالي تفرقهم من قبل الأمن التونسي اللي اضطر لاستخدام الغاز المسيل للدموع. الأهلي عارف ان الأحداث اللي زي دي امر وارد جدا وبتحصل في اي مكان في العالم، والأهلي عموما عنده من الخبرة ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الظروف. موسيماني مثلا يعني قال انه قام بتجديد دوافع اللاعبين واتكلم معاهم وحمسهم وهم داخل غرفه الملابس، طبعا بمساعده محمد الشناوي وسعد سمير، وده اللي بيخلينا نقول ان شخصيه لاعبي الاهلي كانت حاضره بقوه في مباراه الترجي، وبالتالي ظهرت خبراتهم طوال احداث هذا اللقاء ونجحوا في تحقيق الفوز الغالي وبالتالي اسعاد جماهير النادي الاهلي العظيم. طيب لو هنتكلم شويه بقى عن العلاقات بين مصر وتونس، هي علاقات اكيد كبيره، والعلاقات تحديدا هنا بين النادي الاهلي يا كريم والترجي برضو كبيره جدا. قلنا ده قبل الماتش لو حضراتكم تتذكروا، وظهر ده في الاستقبال الحافل بصراحه من اداره نادي الترجي للفريق. واكيد هنا بنتكلم اي احداث بقى يعني من قله لن تؤثر على العلاقات. علاقات النادي الاهلي والترجي كبيره زي ما احنا بنقول، ناديين كبار جدا يعني نماذج محترمه جدا بيتنافسوا كمان باحترام. موسيماني امبارح بعد الماتش اتكلم عن ده، اتكلم عن الترجي وقال جمله محترمه، قال احترامنا فريق الترجي وجهازه الفني ونتيجه المباراه بتعكس هذا الاحترام، خاصه ان مواجهات الفريقين السابقه تؤكد انها صعبه دائما، لكن طبعا جوله الاياب هتحسم التاهل للنهائي. على كل حال خلونا نروح نتابع جزء من كلمه موسيماني بعد المباراه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل. We are a big team. We understand things happen before the match, even during the game. I don't think this was worse than when we went to Hilal last on the Hilal when Ali went to Hilal the last Champions League was more difficult than this because we had people inside the pitch at that time. So we understand these things that they do happen, and we should be ready for anything. It's Champions League. And especially when supporters are allowed into the stadium, there will always be something that might happen. But we don't want to make excuses, even if we lost. I'm not saying this because we won the game. Even if we lost, we should focus on the match and try and win the match. Yes, it affects us physically because in the end, we didn't have
enough resources because the last time we ate was four hours on that, and the weather is hot here, and it's a big game, so we could have finished much stronger, but alhamdulillah we won the match. وبيقول حضرتك طبعا النادي الاهلي فرقه كبيره المفروض بتتعامل مع كل الظروف اللي حصلت قبل المباراه وحتى اثناء المباراه، حتى بيقول احنا متعودين على ده، الاجواء دي حتى عشناها قبل كده في السودان، ففي الهلال قلت له ماتش المريخ لعبنا المريخ، قال لا الهلال انتوا لعبتوه قبل ما هو يكون معانا، لعبناه مع فايلر، كانت الاجواء يمكن اصعب من كده عشان الجمهور نزل الملعب، ومع ذلك قدرنا نعدي الموضوع، ما كانش عندنا مشكله نتعامل مع المواقف اللي زي دي. يمكن التحدي الوحيد او كانت الصعوبه الوحيده في نقطه ان احنا كنا واكلين 3 ساعات قبل الماتش، والماتش اتاخر ساعه بقت 4 ساعات قبل الماتش، فكان قعدنا فترة كبيرة من غير ما يكون في يعني اخر دقايق في الماتش ما كانش في طاقة او لعيبة انها تجري لان الاكل بقى لها فترة طويلة، لكن بخلاف كده كحتة شخصية نادي الاهلي قاعدين يفرضوا نفسهم في المواقف الصعبة والماتشات اللي زي دي. مستر بيتسو دايما اللعيب بيستمد شخصيته من شخصية المدرب، شفنا الثقة والهدوء والتركيز على مستر بيتسو موسيماني لما شاف هذه الاحداث، وده اللي انعكس على اللاعبين في ارض الملعب، اللعيبة هادية مركزة عندها ثقة، اعتقد دور كبير جدا لمستر بيتسو موسيماني في هذا الامر. Yeah, we have an obligation to the players to keep them calm because they are the ones who have to play, and we have to leave the rest to the officials, Saeed, Captain Saeed, and everybody was around to can deal with the situation. The players must stay calm, must stay in the dressing room, and what was important is to keep them motivated. But the difficult thing is we plan and we build up towards the match, and then the build up motivation goes down because we don't play, and to bring it back was a little bit difficult, but we have players who are like captains like Shenawi, Saad Samir. They kept the team up and kept the team up that we should not lose concentration and focus on what's happening on the other side. It's not all about me, it's about I have all the support, and Saeed is there, Captain Saeed, to keep the team going, and I've got Sammy, I've got everybody, I've got Amr, I'm surrounded by important people. I would not make it alone. وبيقول حياتك ده يعني ده واجبي، ده يعني ده التزام عليا او ان انا اعمل ده مع اللعيبه، انا اخذت اللعيبه في اوضه اللبس، هم دورهم بس ان هم يلعبوا كوره ومركزين في الحته الفنيه، الحته الاداريه دي بتاعت الاداريين بتوع الفريق زي كابتن سيد والجهاز الاداري اللي معاه، انا خدتهم وهم عرفت ان هديهم ويركزوا بس في المباراه. المشكله بس اللي حصلت ان احنا طبعا حته الدوافع بنبنيها واحده واحده قبل الماتش، بيكونوا في البيك في اعلى نقطه، طبعا لما هديوا خالص فوت ترجع تاني تحطهم دوافع وتحطهم ترجعهم تاني في الحته النفسيه اللي قبل المباراه. بس طبعا انا ما بعملهاش لوحدي، انا معايا كابتن شناوي وكابتن سعد سمير واللعيبه الكبيره في الفريق بتساعدني في الحته دي، انا محاط بناس بتساعدني في الحته دي، مش هم بس، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان كانوا بيساعدوني في الحته دي. مستر بيتسو، على الرغم من تغير طريقه اللعب او تغير الافراد، ولكن شخصيه النادي الاهلي حاضره في الملعب، موجود قفشه او على مقاعد البدلاء او في ارض الملعب او اي لعيب في الملعب، صنعت ان الفريق هو النجم. The team is a star. We don't depend on one player. No, we don't have, our team doesn't depend on one player. And remember, Afsa is injured. Afsa is still not fully fit. He came from injury in Berkane when we played Berkane in Morocco. And I always tell the players that our team is a very good team, is a strong team. And I've seen Ali win without all the players. We had corona, we had injuries, we had everything. And Ali keeps winning without, it doesn't matter who plays, who doesn't play. So we need to keep the team like that, that everybody must understand that every individual in the team is very important. Even me, the coach, at one stage I had corona, the team went to win. You know, we had Shenawi out against Zamalek, we won the match. We had Afsa out other games, we won the match. There's no one who is more important than the team. We are all important. بيقول حياتك ان قفشه لعيب مهم جدا بالنسبه لي، بس فرقتي ما بتعتمدش على لعيب، اي لعيبه موجوده بتادي. قدام الزمالك الشناوي ما كانش موجود ومع ذلك كسبنا، جه فتره من فترات كان في لعيبه غايبه بسبب الكورونا ومع ذلك كنا الفرقه كانت بتكسب، لان النجم هو الفريق. حتى انا كمدير فني جه فتره جات لي كورونا ما كنتش موجود والفرقه كانت بتكسب، فالاهلي هو النجم، الاهلي هو اللي بيكسب بغض النظر مين بيلعب او مين موجود على الدكه. اخيرا بيمثل له ايه؟ بيعمل وهو بيعمل رقم قياسي ان النادي الاهلي بيفوز 3 مباريات في الدور نصف النهائي، ودي بتحصل لاول مره في تاريخ النادي الاهلي ان انا افوز 3 مباريات في الدور نصف النهائي، مرتين على الوداد
في القاهره وفي المغرب، والنهارده بتفوز على الترجي في ملعبه. Yeah, but for me it's not about, I'm not chasing glory, I'm not chasing records. It's about winning the next match. You must focus on the process. You know, the outcome will sort itself out. I'm not here to say I broke this record, I did what. I mean, Ali's big team. I found the team here big. I mean, there are other big coaches who have done better than me here. I haven't done nothing. There's coaches like Manuel Jose who are legends that people I admire and I respect. So I'm small. I'm I just take it step by step. بقول لحضرتك مش جاي مهتمش موضوع الارقام القياسيه او المجد الشخصي وعملت ايه، انا بركز والنتائج وكل حاجه بتيجي لوحدها. انا صغير قدام مدربين كبار كانوا في تاريخ النادي الاهلي زي مانويل جوزيه، زي انا بالنسبه لي صغير وانا لسه صغير، انا لسه ببني، لسه بحاول ابني مجد مع النادي. تابعنا مع حضراتكم جزء من كلمه كابتن بيتسو موسيماني، وتعالوا بقى نكمل كلامنا في السياق اللي حصل امبارح في طبعا الملابسات والمشاهدات اللي حصلت كلها قبل انطلاق المباراه. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اتكلم عن اللي حصل قبل الماتش وقال ان الاهلي كان امام تحدي كبير كونه هيخوض المباراه في ظل الظروف الصعبه اللي سبقتها، واكد انه كان حريص كل الحرص على الحصول على تعهد كتابي من الكاف وايضا من مراقب المباراه بعدم تعرض الفريق لاي سوء باي شكل من الاشكال، طبعا حفاظا على سلامه كل اللاعبين وحفاظا على حق الاهلي المشروع في انه يخوض المباراه بدون التعرض لاي اعتداء. وطبعا دي حاجه منطقيه جدا وبديهيه جدا. انا بتفق معاك، وبطبيعه الحال بنتكلم اداء لعيب الاهلي كان قوي، ده خلى بقى كابتن سيد عبد الحفيظ يشيد هنا بلاعبي الاهلي اللي سيطروا بصراحه على مجريات اللقاء بشكل نقدر نقول ان هو كامل. ونلاحظ كمان حاجه هنا هو قالها كابتن سيد، قال كل المباريات اللي فاز بيها الاهلي في رادس دايما بيكون هو الطرف الافضل والمسيطر على اللعب. خلينا نروح نشوف لقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه ونرجع نكمل. الحمد لله طبعا، يعني بس في البدايه لازم اكد على معنى ان انت 90 دقيقه الاولى خلصت، لكن 90 دقيقه الحسم هي في القاهره لسه ما اتحسمش حاجه. احنا كسبنا بنتيجه مقبوله ومعقوله جدا في اللقاء الاول، لكن هي سيمي فاينل 180 دقيقه، هي مش مباراه ختاميه فانتهت البطوله يعني او انتهى الدور يعني. فانت عندك 90 دقيقه هتبقى في القاهره، هتبقى اصعب كتير على فكره يعني، لازم تبقى عارفين كده. واحنا وده كمان اللي قاله الكابتن على طول بعد المباراه يعني. فيما يخص اللقاء الحمد لله رب العالمين، يمكن يعني حتى الامور اللي تعرضنا ليها في الاول ديت يعني انا دخلت لهم قلت لهم كده يعني احنا مش في مشكله، احنا في تحدي، احنا مش عندنا مشكله ولا حاجه، احنا نقدر نلعب بس عندنا تحدي كبير جدا. اللي قلقان واللي خايف يقول انا مش عايز العب وخلاص يبقى الموضوع انتهي، لكن هننزل الملعب ما فيش اي كلام ولا اي تاثير ولا اي تفكير في اللي حصل قبل اللقاء، لكن خدنا اجراءاتنا وخدنا احتياطاتنا وخدنا كمان يعني حقنا زي ما بيقولوا يعني، لان انت يعني كان اتصال كل ثانيه مع كابتن محمود الخطيب، وكان الامر ان احنا لازم يبقى عندنا موافقه كتابيه من الكاف يعني. انا بحترم طبعا نادي الترجي وبحترم الامن وكل من قائم على اللقاء، لكن في النهايه انا لما هاجي تحصل حاجه هتكلم مع الاتحاد الافريقي مش هتكلم مع حد تاني يعني. فكان تصميمنا ان لازم يبقى في موافقه كتابيه من الكاف لينا احنا بتعهد لسلامه اللعيبه لو حصلت اي حاجه في اللعيبه عشان اقدر ان انا ارجع عليه في اي حاجه، وخدنا التعهد ده كتابيا مكتوبا يعني، مضى عليه المراسق ومضى عليه المراقب يعني. كابتن سيد، بعيدا عن الشق الفني، في ظل الاجواء دي كان في دور نفسي وشغل نفسي، اعتقد الثقه اللي كانت على اللعيبه على مدار ال 90 دقيقه بتحسب لدور حضرتك ودور الجهاز الفني ده. بص يعني في الاول والاخر التفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره هي اللي بتدي بطوله وهي اللي بتطلع من بطوله. التفاصيل الصغيره سواء كان في التحضير او التجهيز او المباراه نفسها يعني. انا بشكر اللعيبه زي ما انت قلت وشرحت دلوقتي، هي شخصيه فرضوا اسلوبهم. انا قلنا كده في مصر على فكره، قلنا كل المباريات اللي كسبناها في الترجي هنا كنا احنا اللي راكبين اللقاء، فيعني مهم جدا ده كان يوصل لعيبه الحمد لله بشكرهم عليه، لكن برضو بقول لهم وبحذرهم ان اللقاء الثاني هيبقى صعب مش سهل يعني. على الرغم من تغيير طريقه اللعب من 4 3 3 4 2 3 1، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت حاضره في ارض الملعب. الثلاثه اللي لعبوا في ماتش النهارده في نص الملعب دور كبير جدا لحمدي فتحي، لديانج لوسيلا، مش عايز انسى اكرم توفيق لعبوا مباراه كبيره يعني. الحمد لله كل اللعيبه الحقيقه، كل اللعيبه، يمكن طبعا اكرم عمل دور رائع جدا ومباراه ممتازه جدا، لكن كل اللعيبه كان لها بصمتها ولها شخصيتها ولها اسلوبها يعني. وانا زي ما بقول يعني انت هتبقى نجم كبير امتى؟ من الماتشات الكبيره يعني. انت هتبقى نجم كبير لما يبقى عندك بطولات كبيره، الا افهمه ولا اعرفه يعني. دايما الاسطوره طالما بيلعب في
نادي كبير يبقى بيتحقق بطولات كبيره. يعني ممكن الكلام ده يبقى مقبول ان في ناس تعتز بنجومها وتعتز بلاعبتها، لو ما بيلعبوش في نادي اقل شويه فبيبقى مهاره اللاعب، بتبقى امكانيات اللاعب، قدرات اللاعب، لكن لما بتلعب في نادي كبير اللي بيحسب الكلام ده واللي بياكد الكلام ده هي البطولات اللي انت بتحرزها. في لقاء سابق ليك يا كابتن سيد على قناه الاهلي قلت لسه لينا حاجه في رادس من 2018 عايزين نروح ناخدها، اعتقد النهارده وفيت بوعدك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، لكن برضه هرجع واقول يعني الحمد لله رب العالمين، لكن احنا لسه عندنا لقاء عوده في القاهره. اللقاء ده هيبقى اصعب كتير من اللي هنا. لو دخلناه بشخصياتنا واسلوبنا وحذرنا من كره القدم ان شاء الله الرحمن هنعدي. هو الحقيقه فعلا كان لينا في رادس حكايات، وطبعا كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مظبوط مليون في الميه، وخصوصا فيما يتعلق باداء اللاعبين وثباتهم وسيطرتهم على الامور وهيمنتهم على مجريات او احداث هذه المباراه. كانت كلها امور لافته جدا للنظر في مباراه الامس، وان شاء الله يستمر الحال يوم السبت الجاي وما هو بعد يوم السبت الجاي، وان شاء الله العشرة يا اهلي. طبعا كله دلوقتي بيسال بقى عن مصير حضور الجماهير لمباراه النادي الاهلي والترجي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت القادم ان شاء الله. امبارح وفي تصريحات خاصه جدا للنادي الاهلي قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان القرار امني بحت، وانه تقدم بالفعل لكل الجهات المعنيه بالخطاب المرسل من الاهلي للمطالبه بالحضور الجماهيري اكيد على غرار المنافس على ملعبه وفي انتظار المباحثات وحسم الامر في الساعات القليله القادمه. خليني برضو أقول هنا أن أضاف سيادة الوزير أن قرار الأمن ده هيكون بعد مناقشة الوضع الصحي بسبب منع التجمعات لحصر انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار. عن أحداث بقى الشغب لو هنروح للشق ده اللي حدثت امبارح يعني في ملعب رادس، قال كان يهمنا الاطمئنان على البعثة وسلامتها وتواصلنا مع كافة الأطراف لتأمين بعثة الأهلي. ده كان موقف سيادة الوزير أشرف صبحي اللي بيعبر أكيد دايما عن موقف الدولة الداعمة للرياضة في مصر وكل الأندية اللي بتمثل نقدر نقول اسم مصر في البطولات الدولية، أكيد كل الشكر ليه. ولكن نرجع نقول تاني أكيد مشاهد أنا أعتقد إن هي مفروض تكون بطلت من العالم كله، ما بنقناش مفروض نشوف أحداث زي دي، خصوصا إن الكاف كان مدي لحضراتكم أو كان سامح ب5000. بس لو إحنا شاهدنا المشهد امبارح وإحنا حتى قاعدين بنتفرج خلال يعني من خلال الشاشات، لا كان العدد اعتقد 15 او 20 الف حاجه زي كده، عدد كان كبير جدا، عمال شغب شماريخ حاجات زي كده ما نتمناش اكيد ان احنا نشوفها مره ثانيه. فعلى كل حال تصريحات محترمه جدا من قبل كابتن سيد عبد الحفيظ ومن قبل موسيماني، خصوصا زي ما انت اتكلمت موسيماني كان بيتحدث برضو ان مش ده الافضل، احنا سيطرنا على الكره الحمد لله، الشوط الثاني كان افضل ولو ان كان ممكن نجيب اكتر من جول الشوط الثاني تحديدا، ولكن احنا لعبنا مباراه حلوه وننتظر ان شاء الله المباراه القادمه اللي بتحسم باذن الله وتكلل. انت بتحب الجمله دي؟ أيوة. بفوز الاهلي وبحبها اكتر لما بتكلل فعلا. ايوه المطلقه اللي يصبر ينور، احنا نفضل قاعدين مرقدين وان شاء الله يوم السبت الجاي باذن الرحمن تكون ليله اهلاويه عظيمه باذن الله، وكلنا نفرح بالتاهل للنهائي والعشره ان شاء الله. طيب احنا برضو قبل ما يعني ننتقل من موضوع الطقس لازم نقول ان النهارده زي ما كان دكتور محمود معانا يوم الاربعاء كان بيتكلم ان النهارده يعني خلاص موسم او فصل الصيف اوفيشلي او رسميا النهارده النهارده خلاص احنا كده في الصيف. سلام انتوا طيبين محب الصيف قبلي بقى شويه اللي جايين يعني الواحد مش عارف يقول ايه والله، بس خلاص يعني اللي حصل حصل. الصيف دخل ويا رب بس يبقى صيف خفيف كده ما نشوفش يعني تعب كمان بالذات الناس اللي بتشتغل بطبيعه حال او طبيعه يعني شغلهم في الشمس او في الشارع، يعني ان شاء الله ما يحصلش اي اصابات. فاكر كان في سنه من السنين لو انا مش فاكره سنه كام حصل كذا حاله ضربه شمس لبعض العاملين، لا كانت منتشره جدا وحتى كانت وقتها الوزاره بتتحدث ان هي تقلل يعني ساعات بالظبط ويبقى في شفتات وكده. فربنا ان شاء الله يسلم الصيف ده يبقى خفيف، ورغم ان النهارده برده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره بس باذن الله يعدي على خير ويجي شتاء بقى. أيوة. مهم. نروح بقى للجنة المرأة في النادي الأهلي وفرع الأهلي بالشيخ زايد اللي نظمت اللجنة هناك تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية يوم رياضي لسيدات الأهلي. خلينا نروح نشوف التفاصيل أكتر ونرجع نكمل.
الرياضة فيها اهتمام بالصحة البدنية والنفسية، فإدارة الجيم بالتعاون معاها بدأت تعمل لنا برنامج إزاي نحبب الناس في الرياضة ومسابقات رياضية متنوعة ومختلفة. هنقدم فيها هدايا من لجنة المرأة، وهنقدم فيها هدايا من إدارة النادي، من جيم الأهلي زايد. الهدف من الموضوع دوت إن احنا نوصل بصحة بدنية ونفسية وتنمية وعي رياضي للعضوات في النادي الأهلي. هنحطها لهم في شكل ترفيهي، لكن المعنى والمضمون هيكون رياضي مهتم بالصحة تماما. طبعا احنا شايفين ان الجو حوالينا كله لازم ان احنا نحافظ على عادات سليمة جدا، ان احنا نحافظ بيها اكتر على صحتنا. لازم عشان نعمل كده لازم تحببيهم في الفكرة. فاحنا عملنا مزيج ما بين ان احنا نعرفهم تغذية سليمة، ازاي يمارسوا رياضة، ازاي انت عارفة السيدات دايما بيتلاهوا في البيت والولاد وكده بتنسى نفسها. لا، احنا حبينا نقول لها ان انت حاجة مهمة جدا جدا جدا، صحتك اغلى ما عندك، فازاي تحافظي بقى عليها وتستثمريها، لان ده اللي هيخليها تكمل بقى بصحة جيدة مع اولادها اكتر. يعني اولا هيتعلموا حاجات كتير قوي عن التغذية والاكل الصحي، وازاي يحافظوا على وزنهم حتى لو في كورونا ما فيش جيم. هيعرفوا في الانشطة اللي احنا بنعملها، الكلاسات، الزومبا، الكيدز، كل الأنشطة الرياضية هيعرفوا، هياخدوا فكرة عنها. النهاردة عاملين كل إيفنت ربع ساعة، يعرفوا كل الحاجات اللي احنا شغالين فيها هنا في النادي. المرأة ما تقدرش تستغنى عن الرياضة، لأن الرياضة في منتهى البساطة بتغير المود، بتخرج الست من الضغط العصبي والروتين اليومي، بتدي لياقة، بتخلي الست تقدر تمارس اليوم بتاعها بحرية وبراحة. في نفس الوقت الرياضة في تمارين بأسلوب معين بنقدر ان احنا نظبط الوزن، بنقدر نظبط الجسم، سواء تخين عايزة تخس، رفيعة عايزة تتخن، او حتى بتعمل ريشيب. الاكتيفيتيز بتتعمل للستات يعني خصوصا للترفيه عنهم مع الاعباء والولاد وكده، فبيتبسطوا قوي ما بيلاقوا حاجه ليهم هم. خصوصا التوبيك بتاعي انا توبيك كل الستات بتهتم بيه، ازاي الاكل ممكن ياثر على شكلنا، ممكن ياثر على وشنا، ممكن ياثر على وزننا، ممكن ياثر على مناعتنا، وممكن ازاي المراه تحافظ على صحتها وصحه ولادها من خلال التغذيه الصحيحه. فمبسوطه قوي اني معاهم النهارده. احنا النهارده البروجرام بتاعنا هيبقى مكون من الندوه في الجزء الاولاني وخاص بالمراه، وكل ما هو خاص بالمراه. بالنسبه للبروجرام بتاع الجيم او البروجرام بتاع الكلاسز، احنا حاولنا ان احنا نعمل فيه تنوع شويه. كنا عاملين كلاسز للزومبا بتراكات كتير مختلفه، وعاملين كلاسز للبيلي دانس، وكمان عاملين الايف في الميه، وعاملين كلاسز اكوا ايروبكس جوه الميه. هو الايفنت فيه جزئين، جزء ترفيهي ده يعني تقريبا بنكرر تاني نفس الايفنت والدي جي والاغاني عشان نبسط العضوات والاطفال، وفي جزء تثقيفي برضو توعيه بنربط الصحه والتغذيه بالفتره اللي احنا عايشين فيها، ازاي نربط التغذيه يعني زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. هنتكلم عن التغذية للمرأة السليمة، وكمان تغذية الولاد، بحيث ان نهتم طبعا المرأة اهم حاجة عندها ولادها، فنرفع المناعة لان احنا في فترة كورونا، فطبعا عايزين نرفع المناعة للولاد. وكمان الست قاعدة في البيت مش عايزينها تتخن، فاحنا بقى ايه كل فترة بننزلها النادي نعمل انشطة بحيث ان هي تعرف الحاجات اللي بتتخن بقى ونبتدي نبعد عنها، والحاجات المفيدة نبتدي نزود منها، وفي نفس الوقت نهتم طبعا بالولاد. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لعشرة الصبح في الاهلي. وتعالوا بقى نروح نتابع اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلي العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الخير عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح النصر والسعادة عليكم يا نهواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. خدي كلامي بقى يا هانا. رجال النادي الأهلي على بعد خطوات قليلة جدا من تحقيق النجمة العاشرة، طبعا بعد الفوز على التراجي في ذهاب دوري نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يعني خلوني اقول لكم انه في حاله من الفرحه والسعاده داخل النادي الاهلي طبعا بعد الفوز امس. وكعاده اعضاء النادي الاهلي بعد الفوز في اي مباراه مهمه بيكون في حاله من الطاقه الايجابيه داخل النادي. يعني خلوني دلوقتي بقى ابدا اخبار النادي الاهلي واستكمالا الحديث عن الفريق الاول لكره القدم. طبعا بعثه الفريق وصلت مطار القاهره منذ ساعات. الفريق هياخد راحه سلبيه لمده 48 ساعة على أن يستأنف التدريبات يوم الثلاث القادم استعدادا للمباراة القادمة. طبعا هتكون في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله تكمل على خير ويتأهلوا لنهائي البطولة. خلونا دلوقتي نروح بقى للألعاب الأخرى وبالتحديد ألعاب القوة ولاعبو ولاعبات النادي الأهلي بيحققوا نتائج جيدة جدا مع المنتخب الوطني في البطولة العربية طبعا اللي بتقام في تونس. النهاردة هتتم انتهاء المنافسات وطبعا البطولة دي بتؤهل للأولمبيكس في طوكيو. يعني قدر يحرز اللاعبين إيهاب عبد الرحمن في مسابقة رمي الرمح، إسراء محمد في مسابقة الوثب الطويل، وإسلام مسعد في إطاحة المطرقة الميدالية الذهبية. وأيضا قدر يحقق الميدالية الفضية اللاعب ماجد حسن في رمي الرمح، اللاعب إسلام عبد التواب سباق 20 كيلومتر مشي، وإيمان عبد المطلب 400 كيلومتر. وأيضا قدر يحقق اللاعب حسن عبد الجواد الميدالية البرونزية في إطاحة المطرقة. كمان قدر يحقق اللاعب محمد طلعت مركز رابع في مسابقة الوثب العالي. يعني طبعا ألف مبروك ليهم، دايما رافعين اسم مصر في المقدمة. كمان خلوني أفكر جميع مشاهدين النادي الأهلي باللاعبين المشاركين مع المنتخب الوطني: إسراء محمد، إسلام مسعد، حسن عبد الجواد، إيمان منصور، محمد مجدي، اسلام عبد التواب، محمد طلعت، عبد الله عادل، عمرو هاني، عمر خالد، ماجد محسن، زياد الحسيني، وشهاب محمد. يعني مره ثانيه بتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى ننتقل للالعاب الاخرى. طبعا دلوقتي في اوف سيزون في لعبه كره اليد، كره السله، وكره الطايره بعد انتهاء الموسم بيكون في فتره راحه. بعد كده بيتم استئناف التدريبات استعدادا للموسم الجديد. يعني حقيقه هو كان موسم استثنائي برغم من ظروف كورونا. الفرق في النادي الأهلي قدروا يحصلوا على بطولات كتيرة. يعني على رأسهم سيدات كرة اليد قدروا يحققوا ثلاثية بطولة كاس مصر الدوري وكمان منطقة القاهرة. أيضا سيدات كرة الطايرة قدروا يحققوا ثنائية بطولة الدوري وبطولة كاس مصر. رجال كرة الطايرة قدروا يحققوا بطولة الدوري. رجال كرة اليد قدروا يحققوا بطولة كاس مصر. وأيضا سيدات كرة السلة قدروا الحقيقة يفتتحوا الموسم بتحقيق سوبر أمام سبورتنج، وأيضا يفوزوا ببطولة كاس مصر أمام سبورتنج. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله السيزن الجاية أيضا يحققوا نتائج إيجابية جدا زي ما عودونا دايما. يعني دي أخبار الفرق الرياضية. خلونا دلوقتي نروح للأخبار الاجتماعية. وطبعا لجنة المرأة نظمت يوم رياضي وندوة عن التغذية، ويمكن كاميرا 10 صبح في الأهلي كالعادة كانت بتغطي الإيفنت، وأنتوا كنتوا على طول يا كريم ويا نهواند في البرنامج. طبعا بعد النجاح الكبير للإيفنت، لجنة المرأة قررت أن هي تقيم الإيفنت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وأيضا في مدينة نصر. فكل العضوات المهتمة يريد تتابعوا أنشطة اللجان اللي الحقيقة دايما بتكون مميزة، وهدف اللجان دايما هو خدمة أعضاء النادي الأهلي. يعني ده فيما يخص أعضاء النادي الأهلي وأخبار داخل النادي. خلوني كمان أديكم فكرة عن الأجواء داخل النادي. زي ما قلت في حالة من الطاقة الإيجابية، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في المقر منذ الصباح الباكر. درجة الحرارة دلوقتي 31، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني دي كل أخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. زي الفل كالعادة، نشكرك يا هنا جزيل الشكر على التغطية المميزة دي، وعرفنا من خلالها كتير من الأخبار. شكرا لك. شكرا لك يا هنا جدا. شوف صباح النصر انتشر. طبعا الله طبعا. صباح الخير عليك يا مريم زميلتنا دلوقتي، مريم سميح في جريدة اليوم السابع، وموجودة هناك عشان تقول لنا آخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. وأكيد لازم نتكلم عن لينا فرادس، حكايته هذا الهاشتاج والتفاعل الكبير جدا اللي كان موجود على السوشيال ميديا من الأهلوية في مختلف أنحاء العالم. مريم صباح الخير في البداية.
صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الخير عليك يا كريم. طبعا ببارك لكم وبارك لنفسي وبارك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان على فوز النادي الاهلي يا مساء امس على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا زي ما انت قلت يا نهاوند، يعني يمكن قبل ما نتطرق لعناوين الصحف الصادره صباح اليوم، خلينا الاول نقول ان الاهلي دايما فعلا يعني يمكن عقب كل فوز ما بيبقاش الاحتفال هو يعني الهدف لي الاول، ولكن دايما بنبقى مركزين ان احنا نحقق البطوله، يعني دايما بنقفل اي صفحه وبنركز في الصفحات المقبله علشان يكون البطوله هي الهدف وليس الفوز فقط. فطبعا كان من اليوم السابع الحقيقه عنوان مطول عن الفوز يعني مساء امس في تونس، على الرغم من كل الظروف المحيطه بالمباراه، الا ان طبعا ابطال النادي الاهلي قدروا ان هم يتجاوزوا المباراه وكمان يفوزوا 1-0 في مباراة الذهاب. العنوان الأول من يعني موقع اليوم السابع لينا في رادس حكايات: جماهير الأهلي تسيطر على السوشيال ميديا بعد الفوز على الترجي التونسي في مباراة الذهاب. 12 هاشتاج لمؤازرة الأحمر على تويتر وفيسبوك يشتعل بالكوميك، كان لازمته إيه القلق والدخان. طبعا يعني بعد ما وصلت النادي الأهلي مشواره نحو النجمة العاشرة في تاريخه الكروي، احتفال بتخطي مباراة الذهاب على الترجي التونسي واقتراب حلم التتويج بالعشرة إن شاء الله، سيطرت طبعا مباراة الأهلي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستجرام تويتر وفيسبوك، ولكن حقيقة أن تويتر كان ليه الكلمة العليا في تصدر الهاشتاج أو 12 هاشتاج للأهلي، منهم محمد شريف الأهلي، أكرم توفيق يلا يا أهلي، تونس رادس لينا، حسين الشحات إفريقيا، كمان حمدي فتحي الشناوي وصلاح محسن. كالعادة طبعا يعني سيطرت جماهير كمان المارد الأحمر على الفيسبوك بعدد كبير من الكوميكس، لأن طبعا زي ما احنا عارفين الفيسبوك هو منصة لأغلب الكوميكس، انتشرت كوميكس كتيرة جدا على يمكن الأحداث اللي سبقت مباراة أمس ما بين الأهلي والترجي التونسي، واللي طبعا الحقيقة أنها ما قدرتش تأثر على اللعيبة وكمان فازوا في نهاية المباراة. كمان كان أبرز كوميك هو يعني ليه كان إيه لازمة القلق والدخان اللي قبل الماتش. يعني كمان رغم أن التأهل لم يحسم بعد، إلا أن الأهلي وجماهيره كمان على السوشيال ميديا استعادوا ذكريات التألق في ملعب رادس بالتحديد. كمان يعني كان ليه الفوز ببطولة أفريقيا على هذا الملعب مرتين في عام 2006 أمام الصفاقسي، وكمان عام 2012 أمام الترجي. من جريدة الشرق الأوسط: الأرجنتين تحقق انتصارها الأول على حساب أوروغواي. حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل، وتغلب المنتخب على أوروغواي 1-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، وكمان يعني منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد هو اللي صنعه طبعا في المباراة، واللي سجله رودريغيز في الدقيقة 13 ليكون الأول له مع المنتخب الأرجنتيني. كمان رفع المنتخب الأرجنتيني الذي لم يتوج بلقب كوبا أمريكا منذ عام 1993 إلى 4 نقاط، ولكن عايزين نقول يعني أنه يمكن حقق المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني من قبل في كوبا أمريكا 14 نسخة، منها نسخة 2015 وكمان 2016. واستكمالا كمان يعني لفوز منتخب الأرجنتين، كان من جريدة الشروق صحف الأرجنتين تتغنى بميسي بعد الفوز على أوروغواي في كوبا أمريكا. الحقيقة أن كل الصحف الأرجنتينية أشادت بليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، كمان بعد المستوى المميز اللي ظهر به الحقيقة في مباراة أوروغواي، وكمان بعد يعني الفوز أو الهدف اللي صنعه في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبت. كتبت الصحف بقى على ميسي، صحيفة أولي الأرجنتينية، أن ليونيل ميسي ورفاقه نجحوا في تحطيم منتخب أوروغواي بنجاح. في معلقة صحيفة كلارين الأرجنتينية بأن القائد ميسي فعل كل شيء خلال تلك المباراة علشان يساعد منتخب التانجو لتحقيق الفوز في تاني جولات كوبا أمريكا 2021، وتوج ميسي كمان بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وده طبعا بسبب صناعته
بالهدف، كمان خلق 5 فرص للتسجيل. ومن جريدة الأخبار، يعني يمكن كان في العناوين المتصدرة هي شراسة في مجموعة الأسود، كمان إنجلترا محبطة واسكتلندا فخورة، كرواتيا التأهل في أيدينا، والتشيك لا وقت للاحتفالات. الحقيقة بعد نتائج المجموعة الرابعة أول أمس في كأس أمم أوروبا يورو بتعادل إنجلترا طبعا يعني الأسود الثلاثة، سلبية مع اسكتلندا وتعادل كرواتيا مع التشيك بهدف لكل منهما، بات الصراع والمنافسة شرسة جدا وقوية جدا بين رباعي المجموعة، حيث أصبح المنتخب التشيكي في الصدارة بأربع نقاط ويلي المنتخب الإنجليزي في الوصافة بنفس الرصيد، ثم بيأتي منتخب كرواتيا واسكتلندا ثالثا ورابعا على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط، وعليه أصبحت السيناريوهات الحقيقة مفتوحة في الجولة الختامية بحثا عن تذاكر التأهل للدور المقبل. والحقيقة يعني للعناوين الفرعية كان أعرب جارث ساوث جيت إنه هو أكد استياءه طبعا عقب التعادل المخيب للأمال، مؤكدا أن فريقه يعني لم يقدم الأداء المتوقع أو اللي يمكنه من الفوز وحسم التأهل، وشدد على أنه يجب على فريقه أن يتناسى التعادل المخيب للأمال، ده طبعا قبل مواجهة التشيك في الجولة الأخيرة. وكمان على الجانب الآخر زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا أكد أن تأهلهم إلى دور 16 لكأس الأمم الأوروبية ما زال في أيديهم رغم تعادلهم المخيب للأمال مع التشيك. في نهاية جولتنا الصحفية طبعا عايزين نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم الأحد في كأس أمم أوروبا يورو 2021، إيطاليا وويلز في تمام الساعة 6 مساء، كمان سويسرا وتركيا في تمام الساعة 6 مساء. أما بالنسبة لمباريات كوبا أمريكا هي مباراة واحدة فقط ما بين فنزويلا والإكوادور في تمام الساعة 11 مساء. بشكركم جدا، دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر جريدة اليوم السابع، العودة للاستوديو مرة أخرى. شكرا ليكي جدا يا مريم، شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة أيضا هنا. طيب احنا كده الفقرة الأولى الإخبارية خلصت، أكيد هنطلع فاصل ونرجع تاني. هروح فين يا ست الكل؟ نرجع، مش لسه عندنا كلام وحوارات وحواديت؟ بالظبط طبعا، زي ما كنا بننوه انا وكريم في بدايه الحلقه معانا فقرتين، الفقره الاولى بنتكلم فيها مع بطل من ابطال السباحه بالنادي الاهلي، والفقره الثانيه اكيد هنتكلم فيها عن الكوره وفيما هو بقى كمان قادم باذن الله مع كابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق. فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، احنا منورنا في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح بالاهلي، احد نجوم النادي الاهلي في رياضه السباحه، وزي ما اكيد حضراتكم تابعتوا معانا من خلال هذا التقرير الحقيقه ليه مشوار مليء بالانتصارات. منورنا النهارده محمد عادل مصيرحي، صباح الفل عليك. صباح الفل، منورنا. صباح الخير، انت اول مره برنامج ولا لا؟ تاني مره. تاني مره. طيب الموضوع بسيط، وانت في القناه بتاعتك مفيش اي حاجه، واحنا بندردش واحنا مبسوطين بيك بجد. خلينا نبدا ونعرف الناس برضو عن ابطالنا، يعني خلينا نبدا بالبدايه بتاعتك. امتى ابتديت اصلا تتمرن؟ ايه اللي خلاك تروح للسباحه تحديدا؟ هو انا ابتديت اتمرن وانا عندي 4 سنين، كنت يعني لسه صغير يعني، فبعدين واحده واحده بدات احب اللعبه يعني، فهو ده اللي خلاني اكمل فيها لحد دلوقتي. لو في الاول الاهالي بيبقوا مش عارفين يودوا فين يلعبوا، فبيودوا مين لي حاجات بالزبط. منها السباحه بتبقى معروفه، وبعدين بدات اكمل بقى يعني لحد ما الحمد لله يعني. لحد ما الحمد لله حققت انتصارات كتير وشاركت في بطولات كتيره، وخصوصا بطولات عالميه كمان، ومع هذا يعني برغم كثره مشاركتك في بطولات دوليه، لكن انت دايما لما بتتسال بتقول ان من احب الامور اللي عدت عليك في مشوارك الرياضي هو مشاركتك في بطوله العالم للناشئين. هي اشمعنى البطوله دي بتعتز بيها مع ان انت بعد كده يعني ولعت الدنيا زي ما بيقول؟ لان هي كانت اول بطوله عالم ليا يعني في حمام السباحه يعني بسين. انا طلعت بطولات عالم قبليها بس كانت في الطويله، بس هي دي كانت اول بطوله عالم ليا في البسين يعني، عشان كده بتعتز بالبطوله دي بصفه خاصه. هي دي كانت اول حاجه ليا ان انا ابدا مشواري في بطولات العالم في البسين وكده يعني. جميل. نتكلم عن الاولمبياد، وده بيكون دايما حلم لاي شخص رياضي. نتكلم بقى هنا عن محمد تحديدا، خلينا نبدا معاك من الحلم للطريق لبعد كده الوصول بقى.
والاستعدادات لان ده مهم. احنا يعني الحمد لله احنا يعني قريبين جدا من ان احنا نتاهل، بس يعني ما حظ يعني ما توفقتش في ان انا اتاهل في الاولمبياد بتاعه 2021، بس ان شاء الله اتاهل في 2024 باذن ان شاء الله. يعني احنا يعني ككابتن اشرف المدير الفني انا هو يعني رسمين خطة ان احنا نعرف نتاهل بطولات العالم اللي جايه والاولمبياد وكل حاجه. هي ان شاء البطولات الله البطولات الدوليه المختلفه بتكون هي المؤهله للمشاركه في الاولمبياد، ولا في بطوله معينه هي في بطولات في بطولات محليه عادي بتاهل مثلا زي بطوله جمهوريه او كاس مصر، ساعات بتبقى مؤهله للحاجات دي، بتبقى بي كات واي كات فعشان نتأهل. يعني ايه ساعات يا محمد؟ يعني هو ما بيبقاش في عرف دايما في الموضوع ده؟ لا هي على طول يعني هو لازم بتبقى في بطوله جمهوريه مؤهله ليها يعني. بس في بطولات عالم برضو بتبقى مؤهله على حسب يعني هم بيبقوا قايلين في فينا وكده ان البطوله دي مؤهله. ف يعني مع كل دورة أولمبية بيتغير الوضع، مش دايما بتبقى الأمور ثابتة فيها؟ أنا مش عارف، بس هي على طول بيبقى في بطولات مؤهلة كتير في الأولمبيكس يعني وبطولات العالم برضه، بيبقى في أرقام معينة بنجيبها بعدين بنتأهل بقى. تمام إن شاء الله ربنا يوفقك. فرضا بالظبط، هو حلم زي ما كنت بقول، هو حلم لكل الرياضيين إن هم يتأهلوا للأولمبياد. فمحمد دلوقتي هنقول خلاص ما حصلش توفيق في 2021 مش قضيه، ولكن اكيد انت راسم لنفسك حلم، فهو ده اللي انا كنت بسال عليه. فخلينا نعرف منك، خلي الناس برضو تسمع منك اكتر، مأهل نفسك ازاي علشان تقدر بعد كده تقول انا بتاهل الاولمبياد. اي رياضي ابسطها لك اكتر، اي رياضي في العالم بيبقى عايز يتاهل، عايزك تفك معاه. ايوه مش عايزك تتشد كده. يعني اي رياضي في العالم بيبقى عايز يتاهل الاولمبياد، انت اكيد عايز تتاهل، ولكن عدم التوفيق مره ده مش معناه ان هو نهايه الطريق، ده بالعكس ده دايما بيبقى بدايه. فمحمد خلينا نعرف كسباح في النادي الاهلي وجمهوره دلوقتي بيتفرج، جمهور النادي الاهلي عامه، فازاي ممكن انت توصل لده؟ حلمك ازاي عشان توصل لده؟ هتحققه ازاي؟ هو يعني بالتمارين طبعا، احنا يعني خلينا كثافه التمرين اكتر، الحجم والشده وكده كلهم زادوا الفترة اللي جاية دي بالذات، التمارين من دلوقتي شد جدا وبس. والجيم بقى الفيتنس وكده برضو ماشيين في، يعني زودت الوحدات بتاعة الجيم اكتر عشان اقدر يعني اوصل لمستوى اعلى عشان اعرف اتأهل للأولمبياد ان شاء الله. ده يحصل عن قريب كمان. طب احنا يعني بتهيألي خدنا فكرة كافية عنك كبطل في السباحة، لكن كإنسان بقى عرفنا أكتر عليك، بتدرس إيه؟ بتعمل إيه؟ أنا في حقوق إنجليش. لا زميل بقى، أنا كنت حقوق إنجليش. حقوق إنجليش شفت بقى إزاي؟ في أولى ولا في تانية؟ أنا في تانية دلوقتي، حقوق إنجليش في عين شمس. وعامل إيه في مسألة الموازنة ما بين الدراسة، وخصوصا هي دراسة مش سهلة أكيد؟ لا خالص مش سهلة. وبرضه أنت راجل بطل في السباحة، فبتمشي أمورك إزاي في النقطة دي؟ هو أنا يعني المذاكرة يعني مش بركز يعني الصراحة، يعني محمد صريح ودي حاجة كويسة. مش بركز فيها قوي، بس يعني مستواي مش وحش في الدراسة برضو، يعني هو بجيب درجات كويسة يعني، بس مش متفوق يعني. مش لازم تتفوق، بس يعني بس خلي بالك دايما قاصد مشترك عند كتير من أبطال الرياضات المختلفة، إن هم إلى حد كبير بتلاقيهم ناجحين في عملية الموازنة ما بين الاتنين. فمهم جدا إن أنت تبقى مهتم يعني مستقبلك الرياضي، طبعا مش محتاجين ان نخوض في اهميه النقطه دي، لكن برضه في المقابل حقك برضه تركز في الدراسه. انا بركز في الدراسه، بس يعني مش طول السنه يعني، طبعا هي عارفه كليه حقوق في الاخر كده نروح جايين لمين الدنيا. حلو، مش عايزين صراحه زي لمين الدنيا. ايوه بس دي حقيقه. لا هي كليه فعلا صعبه جدا. هي صعبه، بس يعني بحاول في قد ما اقدر ان انا الم الدنيا يعني. بس الحضور ايه يا محمد عنده؟ يعني هل بيبقى في تعاون ما بين مثلا فكره هنا النادي ووزاره الشباب والرياضه على سبيل المثال والتعليم؟ يعني هل بيبقى في اكسبشنز؟ طبعا لو في سفريات او حاجات من دي طبعا النادي الاتحاد بيقدم للوزاره وكده وبيقبلوا وبيأجلوا لنا امتحانات. طب ده بالنسبه لامتحانات الحضور؟ الحضور يعني جامعتنا ما فيهاش حضور يعني ما فيهاش اتندنس، فعادي. ازاي؟
ده اتغير الوضع بقى. اه اتغير بقى. ما كانش من زمان قوي يعني. لا مش التنس. لا في بيبقى في سيكشن بيبقى ليها التنس بس بضطر اروح يعني. اوكي. انا محمد بيديني احساس ان هو بيسمع للجامعه، خلي بالك يعني بيشبع على الجامعه. ركز يا برنس، انت راجل بطل ولازم تتفوق في الاثنين، واحنا اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. يعني انت حققت الفتره اللي فاتت ما يكفي من الانجازات، بس طبعا لسه ان شاء الله مستقبل يعني عريض قدامك، وباذن الله ربنا يكرمك كده ويتاهل للدوره الاولمبيه الجايه باذن الله. ان شاء الله. طورت الدنيا يا محمد. شكرا. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل، ولسه بقى الكلام كتير جدا على ماتش الاياب باذن الله بين الاهلي والترجي، وفي كده كام حاجه برده او كام نقطه اكيد هنخش او نفوت فيها في تفاصيلها اكتر انا وكريم مع ضيفنا. فاصل وهنرجع نكمل. هنفضل نقولها كل يوم وكل مباراه، الاهلي مش بيفرح بشوط، دايما بنتكلم او لما بتحسم هنا بصفاره الحكم احنا بنقدر نقول ان كده الفوز يعني كل لا للاهلي. احنا لسه عندنا مباراه الاياب ان شاء الله برضو يكون الفوز اهلاوي فرحنا وعايزين نفرح اكتر. يعني خلينا نتكلم في كل التفاصيل زي ما كنت بقول لحضراتكم. نرحب بكابتن حسين شكري اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي نجم الاهلي السابق. صباح الفل يا كابتن. صباح صباح النصر، صباح الفوز، صباح ان شاء الله كل حاجه حلوه الاهلاويه كلهم. متشرف ان انا بكون معاكم. احنا اللي سعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله يكون حوار لطيف كده ونفصص من خلاله بقى رؤيتك لمباراه الامس وتوقعاتك لما هو قادم ان شاء الله. ان شاء الله. اسمحوا لي قبل ما نبدا بس اقول لحضراتكم ان ده خبر عاجل لسه نازل يعني من دقائق قليله جدا، وهو نصه كده الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال ان لاعبي الاهلي هيحصلوا على مصل كورونا في اطار البرنامج المتبع ده ضمن الوقايه من الفيروس، واوضح تحديدا انه بعد التشاور مع كابتن سيد عبد الحفيظ تقرر تأجيل حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على مصل كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي التونسي. بقى هيحصلوا على المصل ولكن بعد مباراة العودة أمام الترجي التونسي. أشار أيضا استكمالا للخبر دكتور أحمد أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق على مصل كورونا، ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتين الترجي التونسي، وذلك طبعا للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين. كمان أضاف أبو عبلة قال إن أكرم توفيق وبدر بنون بيشتكوا من إجهاد خفيف في عضلة السلمانة وهيشاركوا بشكل طبيعي في المران اللي هو هيكون يوم الثلاث بعد الحصول أو حصول الفريق على راحة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب أمام الترجي. حبينا بس نقول لحضراتكم إن ده خبر نزل زي ما كنت بقول من دقائق قليلة. نرجع بقى لضيفنا العزيز ونعرف من حضرتك كيف رأيت مباراة الأمس وماذا تتوقع فيما يتعلق بمباراة يوم السبت الجاي إن شاء الله. هو النادي الأهلي معروف دايما في زي ما بيقولوا في المواقف اللي هي الكبيرة أو الأحداث الكبيرة. أنا اللي شفته مبارح شفت راجل مدرب عامل سيناريو من أعظم السيناريوهات للتحضير للمباراة. قاري فرقة الترجي كويس جدا، عارف هو هيوصل لفين. نفس القصة دي شفتها برضو في ماتش سان داونز لو شو لو احنا متابعين. نرجع بس شوية صغيرة. فرقة سان داونز كمان مش من الفرق القليلة في افريقيا، فرقة بتعرف تلعب كرة كويس جدا، عندهم لا عدم تمركز، بيتحركوا كتير، فاهمين بعض، فرقة من الفرق اللي هي زي ما احنا بنقول يعني صعبة المراس في الكورة. ان هو يعرف يتعامل هنا ويتعامل هناك، ده راجل قاري الفرقه كويس جدا. تكمله للكلام دوت، لما نيجي نقرا امبارح المباراه بتاعه الترجي، راجل محضر السيناريو بتاعه كويس، عارف مفاتيح القوه والضعف في سان داونز، طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي مش عايز اقول ان هي كانت غريبه شويه، انما هو من القرايه بتاعته للمباراه طلع باحسن سيناريو ممكن يتلعب بيه في رادس. بمعنى ان حمدي فتحي بقاله فتره طويله جدا ما بيلعبش، عملوا مش عايز اقول ليبرو، عمل راجل ليبرو بتاع نص الملعب اقرب للاثنين المساكين عشان يقفل الحته بتاعه العمق. وفي نفس الوقت ناس كتيره ممكن تغفل ان حمدي فتحي كان جاي من اصابه كبيره وبقاله فتره كبيره ما بيلعبش، ما اقدرش ان انا احطه في نص الملعب مجهود كبير، انما السوليه وديانج رجليهم في الملعب فاجهز بدنيا ان هم يقدروا ان هم الصراعات بتاعت نص الملعب والكلام ده كله طبعا. فانا شايف ان هو عمل سيناريو للمباراه ان هو يقدر يمتلك الكوره من تحت، ان احنا نبني، ضيع حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه في الشوط الاولاني مفيش فرصه للترجي،
وانت بتلعب مباراه قبل نهائي مع فرقه كبيره ملعبهم بالظبط كده ان انت ما يقدرش ان وسط جمهور بالظبط والاحداث كمان اللي حصلت قبل المباراه بالظبط طبعا مؤسفه ان الكلام ده كله يحصل وما يخرجش لعيبه النادي الاهلي عن التركيز اللي هم فيه. دي الشخصيه بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي, هو ده النادي الاهلي وهي دي الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. اي فرقه ثانيه ممكن تتوتر او اللعيبه تتوتر او يروحوا في مكان تاني, لا الناس محافظه على الشخصيه بتاعتها, محافظه على التركيز بتاعها, عارفين الهدف هم رايحين ليه, فقدروا انه الحمد لله رب العالمين ان هم يطلعوا بافضل نتيجه. طب ده اللي فات, توقعاتك للي جاي بقى ايه ان شاء الله؟ اللي جاي ان شاء الله باذن الله, طبعا انت عارف ان الناس اللي اتعاملت في النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي عارفه النادي الاهلي ما بيبصش للنتيجه او بيبص الانجاز محدود, لا صحيح. انت الهدف بتاعك, الهدف ايه؟ ان انا اوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. حتى لو في حاجه لو الناس كلها شافتها امبارح ان الصحفيين بعد المباراه لما دخلوا فرحانين وكابتن شناوي عمل ايه, خرج الصحفيين قال لهم احنا لسه ما خلصناش الشغل بالظبط, يعني احنا قطعنا 90 دقيقه, انما الهدف الاخر هيخلص فين؟ في القاهره. فاحنا لسه ما عملناش اللي هو الانجاز الكبير ان احنا نعدي او نوصل للمباراه النهائيه لسه. فعشان مزيد من التركيز احنا مش عايزين الصحافه, مش عايزين نفرط في موضوع وغالبا ما بيبقاش الموضوع ده كتير في النادي الاهلي على فكره. يعني هو عماد موسيماني برده في غرفه الملابس قال نفس الكلام للعيبه بعد الفوز, يعني هي واضحه وصريحه هذه الرساله. بالزبط. طبعا بالظبط, ده سيستم النادي الاهلي عامه, انت ما بتقدرش ان انت تفتح بتفرح جزء صغير ووقت صغير جدا, لكن انت الهدف بتاعك ايه؟ ان انا اوصل للمباراه النهائيه. عشان اوصل للمباراه النهائيه نبدا بقى ان احنا نفرح ان شاء الله باذن الله, وما بتفرحش برده وقت طويل جدا, هو يوم ولا يومين وبعد كده هتبدا تركز. بالظبط, الحمد لله ربنا يديم علينا ان 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 احنا نفضل زي ما احنا ماشيين كده. دي البطولة العاشرة ان شاء الله باذن الله, تبقى الثانية على التوالي ان شاء الله, ربنا يكرمنا باذن الله بالتركيز اللي احنا فيه دوت والهدف اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله, ربنا يوفقنا فيه ان احنا نقدر نوصل له. يعني حسين, عايزين نروح لتفاصيل اكتر, معلش انا هرجع تاني لهذه المباراة اللي كانت بالامس عشان بعد كده يعني نختم بالاياب. الذهاب كان فيه بعض النقاط يمكن كمان تحدث عنها موسيماني, هو اتكلم تحديدا انا سعيد بالتنظيم الدفاعي, سعيد بالشوط الثاني اكتر, الشوط الاول ما كانش يعني الافضل, ولكن التمريرات ما كانتش افضل شيء. يعني هو اتكلم في بعض النقاط واحنا معتادين ان موسيماني صريح جدا لما بيكون في اداء غير راضي هو عنه بيتكلم بمنتهى الشفافيه, فمن كلام موسيماني برضو حضرتك استشفيت ايه او برضو بتتفق معاه في ايه؟ انا بتفق معاه انه راجل واقعي جدا, يعني وده شيء جميل جدا لما يكون مدرب في اوقات الفوز او في اوقات النصر ان هو يكون واقعي مع نفسه, ان انت في وقت يعني اي مدرب تاني ممكن يقول احنا عملنا انجاز احنا لا, هو صحيح. عارف ان في احنا كان ممكن النادي الاهلي بالطريقه اللي هو لعب بيها زي ما بقول لحضرتك إن الاهلي كان مسيطر رغم ان هو بيلعب بره ملعبه, مستحوذ اكتر على الكوره, وده كان غير متوقع كابتن حسين. يعني بالزبط. عايز اقول لحضرتك الضيوف المختلفين سواء عندنا او قنوات مختلفه او في نفس القناه بس الزملاء المختلفين كان معظم الضيوف نسبه 80% كريم لو فاكر بيتحدثوا ان المباراه دي خطره, الاهلي ازاي يدافع كويس وبالظبط, واحنا يعني في قلق وغيره, لكن بالعكس ده احنا اثبتنا العكس تماما. بالظبط, عشان كده لما بقول لحضرتك ان السيناريو اللي هو عمله او التخطيط اللي هو عمله للمباراه او تحضير للمباراه كان رائع, وفي نفس الوقت كمان لما بيكون تحضيرك رائع وبيكون معاك لعيبه ذو شخصيه بطل تقدر تنفذ لك الـ 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 الافكار بتاعتك او الرؤيه بتاعتك في الملعب, ده بيبقى كمان شيء جميل جدا. أكيد. فان النادي الاهلي يسيطر بالسيطره اللي هو قدر ان هو يسيطر بيها ديت, وان هو يقدر يستحوذ على الكوره في ملعب رادس بجمهور باحداث كانت يعني صعبه جدا قبل المباراه والكلام ده كله, نقدر حافظ. ومش عايز ابقى طماع شويه واقول ان احنا ممكن كان الشوط الثاني كمان ان احنا نقدر ان احنا القاضيه بقى خالص, يعني ما بس كنت يعني وصلت لمرحله انت قانع بالسيستم اللي انت اشتغلت بيه وقانع ان النتيجه دي كويسه وان انا مش عايز ان يجي فيا مثلا هدف او حاجه زي كده, فما كانش عندنا الطمع الكبير قوي ان احنا ممكن كان وارد وكانت المباراه تسمح وكانت حاله لعيبه الاهلي ولعيبه الترجي في الملعب تسمح ان النادي الاهلي ممكن يضاعف النتيجه. كان في استحواذ ملحوظ على فكره حتى بالنسب والاحصائيات, خصوصا في 55% استحواذ للنادي الاهلي في مقابل 45% النادي الترجي التونسي. بس انا عايز اقف عن طالما بنتكلم بقى عن الخطه وعن
الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه وعلى قدرتهم على تنفيذ طالما هم لعيبه كبار عرفوا ينفذوا الخطه المحترمه المحطوطه لهم. الجمله اللي اسفرت عن هدف المباراه الوحيد من اول ما كانت الكوره في رجل قفشه يعني مرورا بديانج وانتهاءا بمحمد شريف، الجمله دي والهدف ده كيف رايت؟ هقول لحضرتك حاجه يعني عشان يبقى كلامنا برضو واقعي. الجمله دي اتعملت مش عايز اقول في المباراه دي بس، الجمله ديت من الجمل اللي النادي الاهلي بيلعب عليها دايما، الحاجات اللي هي بتبقى من الخلف ان ديانج دايما عنده ما شاء الله القوه بتاعته والسرعه ان هو بيقدر يخترق من نص الملعب وبيقدر يخترق وبيخلق لنفسه مساحه. لو رجعنا لماتشات النادي الاهلي قبل كده الثلاث اربع ماتشات حتى اللي قبل النادي الاهلي عشان ما نروحش بعيد قوي، اللعبه دي بتتكرر. معنى ان هي تتكرر يعني معنى ان في حاجه متقاله من الجهاز الفني للعيبه ان في حاجه بتتعمل زي كده، زي ما بنقول مثلا في بيبقى تكتيك او في حاجه مثلا في فاول او في كره ثابته او حاجه زي كده تبقى اللعيبه متمرن عليها. اللعبه دي النادي الاهلي متمرن عليها كويس قوي، واللي عايز يتاكد من كده يرجع لنفس المباراه دي او المباراتين ثلاثه اللي قبل كده. نفس القصه برضو ديانج بيقدر ان هو بالقوه والسرعه بتاعته ان هو بيقدر يوصل لما بيضرب الناس بتاعت نص الملعب بيقدر ان هو يوصل ويحط مثلا كوره بينيه او حاجه زي كده اهوت للفراوده. فدي حاجه لما تبقى متكرره في الـ في الـ في المباراه او في فرقه معينه لا ده حاجه الناس متمرنه على حاجه كويسه. وهقول لحضرتك حاجه تاني برضو، النادي الاهلي مضيع حوالي 3 4 اهداف محققين غير التسلل في كمان كره طاهر محمد طاهر، في كوره اللي رجعت اللي غلط فيها المدافع بتاع الترجي ورجعها بدماغه وقلشت من محمد شريف كان ممكن برضو يحرز هدف. في كوره اتلعبت بالعرض من علي معلول اللي محمد شريف برضو عدته بدماغه لما طلع بيلعبها بدماغه. لا الاهلي ضيع اهداف كتير، لما نبص كان ايجابي جدا على المباراه على المرمى اسف. فالاستحواذ وان انت تقدر تخلق من الاستحواذ دوت فرص في ملعب الترجي مع فرقه الترجي بالشكل ده لا انا لا واستحواذ ملحوظ. احنا بنتكلم على ان الاهلي امبارح كان ليه اكتر من 530 باص في مقابل 400 وحاجه و30 للترجي، يعني برضو الاحصائيات دي بتديك مدلول حضرتك للاداء اللي كان او السيناريو اللي كان معمول للمباراه ان انت تحافظ. يعني مش عايز يعني اهدر حق الراجل، لو ايام جوزيه مانويل جوزيه كانت المباريات اللي هي بره ملعبنا خاصة في افريقيا كان ده اسلوب من الاساليب اللي احنا كنا بنعتمد عليها ان احنا نعمل النتائج الايجابيه بره ملعبنا، ان احنا نقدر نحافظ على الكوره بشكل كبير جدا. لو هنرجع برضو الناس الاهلاويه اللي متابعه كويس جدا ان الاسلوب دوت كان اسلوب برضو النادي الاهلي من ايام مستر جوزيه، ان انت كنت بتقدر ان انت تحافظ على الكوره بره ملعبك بشكل كبير، دي كانت برضو بتقلل الضغط عليك وبتقلل الضغط على المدافعين والكلام ده كله. فده اسلوب انا بشوفه ان هو كويس. وحاجه تانية من الـ عشان تعمل نتائج او عشان تعمل شكل كويس لازم يبقى في اداء، لازم يبقى في حاجه زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه في لعبه متفق عليها ان ديانج من نص الملعب بيقدر ان هو بقوه والسرعه ان هو يقدر يوصل لل 18 بتاع المنافس. فالحاجات اللي هي التكتيكيه ديت او الحاجات اللي هي بيبقى فيها شغل مع اللعيبه مع الجهاز الفني ان هي تقدر تخلق فرص في المنافس في مباراه صعبه زي كده في اجواء مشحونه مع فرقه كبيره الكلام ده كله، لا دي شخصيه النادي الاهلي، دي شخصيه اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. حلو جدا. عايز اروح معاك النقاط برضو اتكلمت حضرتك فيها دلوقتي، لما هنيجي بقى نتكلم عن اللعيبه تحديدا مش التخطيط مش التحضير ولكن اللعيبه نفسهم. حلو جدا ان احنا نتكلم ونشيد باداء ديانج لان بصراحه كان رائع امبارح، اكرم توفيق كان رائع امبارح، وجود قفشه كمان كان فارق جدا امبارح لما نزل. حضرتك من وجهة نظرك برضو مين اللي كان ممكن يشارك ويعمل فارق يعني من وجهة نظر كابتن حسين؟ امبارح التغييرات كله أشاد بيها بصراحة من قبل موسيماني. سؤالي مين حضرتك بتشوف بقى في مباراة الذهاب ممكن ان هو يشارك؟ هل نقدر نقول مثلا على سبيل المثال يعني لو أوضح سؤالي أكتر، هل ممكن كهربا يشارك ويكون في فرق كمان في أدائه أو في الأداء العام لو شارك؟ النقطة الثانية حضرتك اتكلمت عن الفاينل تاتش اللي هو يعني الكور اللي احنا ضيعناها إلى حد ما اكتملتش أو لم يعني تكمل بهدف، ده حله ايه؟ يعني لو احنا هنقول ان دي مشكلتنا كانت في ماتش الذهاب، الحل ازاي برضو عشان نتلاشى ده؟ لا هو وارد، هو اي مدرب في الدنيا لما بيحط سيناريو او بيحط خطه او من خلال السيستم بتاع اللعب ان هو يخلق
فور يخلق اماكن للمهاجمين بتاعته ان هي يحصل من خلالها عنصر التهديف. دي المهمه كلها بتاعت المدرب او اللعيب. ماشي. حته التوفيق بقى في كوره ان هي عدت مثلا قبل دماغ محمد شريف او ان هو بيحط وش رجله قلشت او الكلام ده كله, ده بقى اللي احنا بنقول عليه التوفيق. يعني بالظبط. انما ان قدرت ان انا اوصلك للمنطقه اللي هي فيها تقدر ان انت تعمل فيها خطوره, او هو ده المحور. بس خلي بالك برضو, اصل هي برضو نهواند بتسالك السؤال ده ليه؟ لان قبل كده يعني بعيدا عن ماتش امبارح للامانه كانت الامور اظبط نسبيا على الصعيد اللي بنتكلم فيه, بس كان في كذا مباراه قبل كده لا الميس باس كان فارض نفسه. بص كان ملحوظ يعني بالظبط, ولما يتحسن يبقى افضل, يبقى في شغل يعني. طبعا لما طبعاً يتحسن يعني. وهقول لحضرتك حاجه برضو, امبارح واحنا في عز ما احنا برضو احنا بنقول ان احنا مسيطرين وان احنا بنقدر ان احنا نلعب كوره كويس وان احنا بنقدر نحافظ على الكوره بشكل كويس, كان برضو فيها نسبه ميس باس ممكن تتحسن فيما بعد يعني. دي مع الشغل. معلش برضو لازم الناس برضو تفهم حاجة, ان اللعيبة دي حتة التوتر او حتة الشد العصبي او حتة الاهمية بتاعت المباراة نفسها او الضغط العصبي, ممكن لعيب يبقى بيباص كويس جدا بس الشد العصبي او الضغط العصبي على او الخوف على او الحرص على تحقيق الهدف او النتيجة, ممكن ان انت تحصل منه اخطاء. بس الاخطاء طالما بتقل مع الـ مع الـ مع الـ مع الوقت ومع الشغل يعني بيتم تداركها بالظبط كده. يعني معنى كده ان في ناس بتشتغل, ناس بتحسن من اخطائها. ما احنا بنشتغل تمرين, واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت مثلا انا عندي عيب في 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 تصويب, لما بشتغل عليه في التمرين كتير او بشتغل عليه في المباريات كتير او بيبقى في حافز اكتر للناس اللي مثلا بتصوب او الكلام ده كله, مع مرور الوقت مع التمرين والمباريات بتتحسن. فطالما اتحسن موضوع قل نسبة الميس باص للفرقة, وفي مباراة برضو عايز يعني أنا مش عايز أغفل برضو حتة إن أنت بتلعب فرقة قوية جدا من الفرق اللي بقى لها حوالي خلال الخمس سنين الأخيرة ديت, هم أبطال 2018 بيوصلوا للنهائيات دايما. برضو الحته دي مش سهله. احنا ما بنلعبش فرقه امبارح ما كانش الافضل خالص بالزبط. يعني تماما غير المتوقع برضو الحق يقال, بس ده بسبب ان النادي الاهلي فرض اسلوبه على 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 الترجي يعني, او احنا فيما معنى الكلام ان احنا حجمنا فرقه الترجي وهم برضو عاملين حسابنا على فكره. تحضير هنرجع نقول تاني كان اكثر من رائع يعني. موسيماني فعلا كان محضر كويس قوي لهذه المباراه. عايز ارجع لحضرتك شهاده الجميع بالظبط, وعايز ارجع لحضرتك الكلام اللي انت قلتيه ان الدور بتاع كهربا لعيب كويس جدا وحتى الفتره الاخيره بيشتغل اتمرن كويس جدا وشغال كويس جدا. المباراه الاخيره اللي لعبها اللي نزل فيها حوالي 10 دقائق او حاجه زي كده, انا اول مره اشوف كهربا بالروح دي بالشكل صحيح. دي يعني حاسس ان في حاجه جديده ليه. ممكن ان شاء الله بامر الله ان الفتره اللي جايه ديت او المباراه اللي جايه يكون له دور يعني ان شاء الله بامر الله باذن الله, لانه من اللعيبه المميزه طبعا. يعني الشناوي اخباره ايه؟ وخصوصا انه امبارح كان متالق, والحقيقه برضو يعني تقدر تقول ان هو وقف ثلاث اهداف كانوا في طريقهم للشباك يعني في الدقيقه حاجه و30 من الشوط الاول, ومع نهايه الشوط الاول ونص الشوط الثاني ثلاث اهداف شبه محققه لنادي الترجي اللي تصدى اليوم بالكامل كان محمد الشناوي. الحقيقه الشناوي ما شاء الله عليه, ربنا يحفظه. ده يعني تكمله للفتره السابقه اللي هو ماشي فيها بشكل كويس جدا. الشناوي دلوقتي ما شاء الله عليه وصل لمرحله نضوج كبيره جدا, قائد بشكل كبير جدا. لو حد يشوف برده عشان كمان ما فيش جمهور اليومين دول والكلام ده, انت 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 خلال ال 90 دقيقه الشناوي مدرب في الملعب. مش عايز بس يعني عشان بس الناس تفهمها مظبوط, لا قائد في الملعب بشكل كبير جدا. اسمع صوته دايما, روح اضغط اقف اقفل. صحيح. الراجل ده يعني بنسبه كبيره, اصل الحته اللي بتاعت الشناوي دي معلش كانت يعني كانت فيا انا, حته ان انت توجه اللعيبه اللي معاك لما بتبقى كبير في السن او ان انت اقدم او ان انت كابتن فريق وان انت توجه اللعيبه اللي معاك والكلام ده كله, بتدي كمان طمانينه للعيبه اللي هي ممكن نقول صغيره شويه اللي فيها رهبه الكلام ده كله, ان دايما ذهنك وانت شغال خلال ال 90 دقيقه موجود. حتى لو هتهرب التفكير او التركيز بتاعي هيهرب مني شويه والكلام ده كله, لا في واحد بالظبط. الله ينور عليك. فده دور يعني ما حدش مش كتير اللي الناس دي تقدر تعمله. هي برضه كغير الخبرات والخدم برضه هي شخصيه وكاريزما بالظبط. كل الناس عندها عشان كده يا استاذ كريم, ما في مش اي حد يلعب في النادي الاهلي
يعني اللي بيلعب في النادي الاهلي ما ممكن تبقى لعيب كوره كويس جدا بس ما تقدرش ان انت بنقول اه ده كان لعيب كويس ده كان في الحته الفلانيه بس جه في النادي الاهلي لا الشخصيه بتاعت اللعيب نفسه انا فاهم حضرتك نعم بس كان عامل شغل امبارح للامانه في الشوايه اللي نزله صح ولا غلط عمل شغل في الشوايه اللي نزله ما بيقدرش وتحركاته وكان في عفره كده في نص الملعب ف يعني هقول لحضرتك حاجه اتفضل قفشه اللي بالك يا ابني عارف كل حاجه لما نزل لما نزل حس ان راجل نزل شخصيه فرق جامد شخصيه امتلك الملعب كله قدر ان هو يسيطر على الملعب كله ما شاء الله ربنا يحفظه وجاي من اصابه واللي ناس كتير ما تعرفوش ان قفشه تعب كتير جدا 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 عشان يلحق بالمباراه دي صحيح ده الوحيد اللي ما خدش راحه في الراحه السلبيه بالظبط لا كان شغال البرنامج العلاجي بتاعه والكلام ده كله كان ملتزم بيه بشكل كبير بصراحه صحيح. وتعب عشان كده ربنا كرمه عشان كده لما بتتعب وبتجتهد ربنا سبحانه وتعالى عادل بالظبط عشان كده خلى شكله في الملعب او شكل اللعيبه الموجوده في الملعب ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم كمان يعني رح نتكلم عن اللياقه البدنيه كانت اكثر من رائعه امبارح فعلا فيعني على كل حال احنا لسه عندنا محاور كثيره جدا ونقطه كمان الجمهور عايزين نتكلم عنها بس فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا اتفضل الحمد لله النهارده المكسب مش عايزين نزودها في الفرحه قوي يعني لان لسه في ماتش عوده ان شاء الله احنا مش متعودين ان احنا بنفرح بماتش ذهاب لكن اداء النهارده من موسيماني بصراحه هايل يعني بره ملعبنا واللعيبه كلها كانت رجاله النهارده وبصراحه الحمد لله انا دايما ببقى رايح من نهائي افريقيا اللي فات او الماتش النهارده الواحد بيبقى خايف عشان دايما بيبقى حابب ان يبقى وشه حلو الحمد لله بيبقى وشه حلو دايما ذكرياتك مع المباريات الخارجيه وانا سامع الجميع بيتكلم بيقول احمد فهمي وشه حلو دايما على النادي الاهلي الحمد لله بص انا حتى من وانا صغير يعني ماتشات حتى الماتشات اللي جوه يمكن ظروف الشغل دلوقتي وظروف الكورونا ما بتخليكش تقدر تروح كل الماتشات كان زمان يعني ما كان لو في موسم مثلا في 26 ماتش اقل حاجه 24 بروحهم بره وجوه يعني النادي الاهلي متعه ثانيه خالص بالنسبه لي واولويه كبيره في حياتي يعني وحتى ما رضيتش اسجل معاك قبل ان طلع كلام قالوا ان انا كنت في معسكر وانا كنت في معسكر ولا حاجه انا قاعد في اوتيل ثاني وانت عارف كنت قاعد في اوتيل ثاني حتى لما جيت تدريب اتفرج قعدت في المدرج وموسيماني هو يعني احنا اصحاب بينا علاقه فطلب ان انا انزل اسلم عليه فالناس قعدت تقول ازاي ينزل وكان انا ماليش علاقه بالمعسكر ماليش انا جاي لوحدي اصلا وقاعد في اوتيل تاني شايف ان النظام والالتزام ده هو ده عنوان النادي الاهلي وانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا كلنا بنلتزم بيه يعني مفيش في النادي الاهلي فكره ان راجل مشجع او ممثل او اي حاجه هيخترق معسكر او هيقعد في وسط الناس خالص انا قاعد في اوتيل تاني خالص اصلا بره الموضوع عندي علاقه قويه بموسيماني فده اللي خلاني يعني انزل اسلم عليه والنادي الاهلي انت عارف هي في قوانين انت حتى لو انت مين مش هتخترقها يعني اتكلمت في فنيات واتكلمت في امور فنيه وطريقه اللعب من وجهه نظرك مين نجم المباراه النهارده لا كتير اللعيبه كلها كانت كويسه قوي النهارده يعني حتى تكتيك انا بالنسبه لي موسيماني بصراحه يعني تكتيكيا هو الماتش لعبه صح جدا انا بحب ديانج قوي قفشه لما نزل برضو حمدي طبعا حمدي لعيب كبير كلهم بس انا قلت حاجه فاهم كله فعلا انت بتلعب بره ارضك كسبان الترجي فرقه كبيره بره ارضك 1-0 باذن الله بس عايزين ننسى الماتش ده عشان اللي جاي اهم في القاهره باذن الله وخصوصا ان موضوع الكورونا ده ان الجمهور ما بيبقاش مالي الملعب فالموضوع مش هيبقى فيه ضغط زي قبل كده فجوه زي بره بس ان شاء الله باذن الله نعدي ونوصل فاينل في المغرب ان شاء الله نكسب البطوله باذن الله تحس لغه الاهلاويه يعني كلها واحده صحيح. كلنا اي اهلاوي لغه مدير فني لاعب جهاز فني جهاز اداري مجلس مشجع. اداره مشجع مذيع كلنا بنتكلم بنفس اللغه احنا عايزين نركز في اللي جاي احنا الحمد لله فرحنا ولكن اللي جاي اكيد هو يعني المنتظر وباذن الله زي ما احنا بنقول برضو يبقى الانتصار اهلاوي بس خلينا نروح لتفصيله سريعه جدا مش عايزين حتى نطول فيها وهي الحضور الجماهيري هناك كان في يعني من الكاف سمح للحضور من قبل الجماهير ولكن بعدد معين لم تلتزم يعني لم يتم الالتزام بهذا العدد ومش هنتكلم كتير في هذا الموضوع احنا لو هنتكلم علينا اكيد احنا برضو بطبيعه الحال كاهلاويه عايزين جمهورنا عايزين ناسنا عايزين عيلتنا تبقى معانا ولكن برضو اعتقد هي القصه صعبه شويه يعني برضو وجهه نظر حضرتك ايه فيا يعني من الناحيه الامنيه او من ناحيه فكره هنا الكورونا او غيره لا بالنسبه لنا احنا كاس الامم واحنا يعني الفتره اللي فاتت ديت في حتى مشاهد حضراتكم يا كابتن حسين برضو هي يعني كانت صعبه طبعا صعبه يعني جدا. قلنا قبل كده احنا كنا ابتدينا ننسى ان اصلا في حاجه زي كده بتحصل
في المباريات المختلفة وفي الملاعب المختلفة وفي الدول المختلفة، مشاهد قديمة بتهيألي. خلاص الموضوع دوت يعني يعتبر يكاد يكون انتهى من الكورة، يعني صعب قوي ان انت تلاقي الحاجات زي. انما احنا دلوقتي عندنا برضو نظام كويس معمول اللي هو بتاع استادات وشركة اللي حلو في يعني الاي دي اللي كان بيتعمل والنظام، وما فيش اي حد بيقدر ان هو يخش وكل واحد المقعد بتاعه هو معروف فيه. هو المفروض ان يبدا التنظيم برضو كابتن حسين يعني. بس على الكل حلو عايز اقوله الحلو في الموضوع هنا يعني لو انتم تتفقوا معايا الثبات الانفعالي للعيبه. بالظبط. يعني احنا شفنا لعيبه مش بتبص حواليها ابدا، مش مركزه مع اي حاجه غير الكوره اللي قدامها، فده كان بصراحه دي شخصيه الناس يعني لازم نشيد اللعيبه بتاعه النادي الاهلي. اي موقف من يعني الموقف اللي حصل دوت مع اي فرقه ما عندهاش الشخصيه او اللعيبه ما عندهاش الشخصيه بتاعه البطوله او ان هو يحقق هدف البطوله، الموضوع دوت كان ممكن يعني ياثر بشكل كبير جدا على على الفريق. يعني ممكن كان لو الاحداث اللي حصلت ديت مع فرقه الشخصيه بتاعتها مش قويه او مش فرقه بطل طبعا كان ممكن يتغلبوا 3 4 في الاحداث دي كلها. وخلي بالك لحضرتك ان اثناء الاحداث كمان بتاعه المباراه دي كان في حاجات مفرقعات وحاجات كده والمباراه شغاله طبعا. طبعا الحاجات دي كلها كانت صعبه جدا في ظهر الشناوي كمان. يعني هقول لحضرتك حاجه معلش وانا اسف، انا حاسس يعني من هو الحكم تقريبا فيكتور جوميز، انا هو من بيقولوا من افضل الحكام، في انا حسيت ان هو تهز شويه. يعني هو تهز في حالات للنادي الاهلي القرار بتاعه ما كانش فيها صائب. يعني في كوره يعني كمان بتاعه اكثر ده كابتن هو ممكن يكون الاحداث اللي حواليه برضو ما هو بشر يعني هو واضح كده ان مساله التعصب والشغب كمان واضح ان هي مش بتنتهي من الملاعب. يعني طبعا لو خدنا في الاعتبار ان السنتين اللي فاتوا طبعا معظم المباريات والبطولات كانت خاليه تماما من الجماهير فما ينطبقش عليها الكلام ده، بس ادينا شفنا يعني اول ما جت فرصه لحضور بعض الجماهير شفنا المشاهد المؤسفه اللي حصلت امبارح. فمن الواضح كده ان الشغب هو بيجري في دم البعض من المشجعين. حضرتك وده في كل حته على فكره مش في دوله. لا ما كانتش انا هختلف معلش انا حاسه الصوره دي يا كريم ما كانتش موجوده مؤخرا قبل انقطاع الجماهير. يعني فكره طبعا الكورونا وبتاع العالم كله ابتدت ان هي يبقى بطبيعه الحال ما فيش جماهير، بس المشاهد دي ما كانتش موجوده فتره طويله. يعني الشغب ده ما شفناهوش يعني هنتكلم في مصر من سنوات طويله جدا وفي الخارج لا في مصر الوضع استثنائي للامانه يعني للامانه يعني مصر طول عمرها في هذا الاطار نظام وضع نظام القانون. هو الموضوع سهل مش صعب يعني احنا منظمين بطولات يعني ما شاء الله الفتره اللي فاتت ديت ومش في مجال مش مجال الكوره بس بطولات يعني يعني احنا لسه احنا لسه منظمين البطوله بتاعه الهاند بول على اعلى مستوى كاس عالم والعالم كله اشاد بيها بالظبط وبطوله عالم للرمايه وفي كذا في حاجات كتيره جدا طبعًا. الحمد لله رب العالمين. لا احنا الحمد لله شطار في الحته التنظيميه والكلام ده كله، احنا بلد محترمه تقدر ان هي تنظم حاجات وفعاليات. ممكن بلاد كبيره بامكانيات اكتر من عندنا هنا بتهرب منها ان هي وده حصل بالفعل على فكره مش مجرد يعني انا بقول لحضرتك اهو حتى يعني الاحداث الاخيره بتاعه كاس الامم الافريقيه كانت الفتره قد ايه وانت حققت بطوله يعني مش عايز اقول اكتر من عالميه كاس الامم الافريقيه لما الكاميرون ما قدرتش ان هي تنظمها، احنا في وقت قليل جدا قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نعمل حاجه شرفت الدنيا كلها وشرفت افريقيا كلها. لا احنا في حته تنظيميه الحمد لله رب العالمين كويسين جدا. هي بس القصه هم ممكن يكونوا هم الـ عندهم الـ 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 التذاكر او الـ او النظام اللي هم عملوه ما سمحش الناس يعني ان هي يعني مثلا ممكن يكون حد معهوش تذكره تفتكر ان هو ممكن يروح او حاجه زي كده. فهي كان المفروض الحته التنظيميه تبقى اعلى عندهم سنه صغيره، انما احنا عندنا الحمد لله رب العالمين نقدر ان احنا نسيطر على 20 و30 و50 الف يعني الحمد لله رب العالمين. تعالى بقى نعدي كمان ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا امل كبير ان الاهلي يوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. في تخيلك هيكون النهائي مين قصاد الاهلي ان شاء الله؟ يعني امبارح طبعا كلنا تابعنا برضو مباراه كايزر تشيفز والوداد المغربي. كايزر تشيفز كسب 1-0 وكسب الوداد، بس طبعا المباراه الثانيه انت ما تقدرش ان انت في ضوء مباراتهم الاولى متوقع ان هيكون ممكن يعني انا على فكره لا انا اقول ممكن اقول لحضرتك حاجه ان انا ممكن اتمنى ان احنا نلعب كايزر تشيفز اكتر من الوداد فعلا. ليه؟ الفرق بتاعت جنوب افريقيا زي سان داونز لما كنا بنتكلم عليها في الاول، فرق كوره ما عندهاش العنف ما عندهاش
الخبص الكروي بتاع شمال افريقيا في اضاعه الوقت في ان هو يقدر يضغط عليك حتى بأحداث في الاحداث اللي حصلت دي ساعات. لا يعني هم عندهم برضو شطار حاجات اللي بتحت بالظبط حاجات اللي هي الصغيره دي اللي ممكن تخرجك عن تركيزك بس برضو فريق تقيل ليه والاهلي افضل له ان هو يلعب فرقه بتلعب كوره يعني كوره للكوره بره اي اطارات تانية او اي حاجات تانية الافضل للنادي الاهلي كده والنادي الاهلي يحب ان هو يلعب كده بره الاحداث اللي حصلت ديت او الكلام ده كله النادي الاهلي يحب ان هو ملاعب كمان هناك ملاعب كويسه جدا الـ حتى لو فيه هيبقى فيه حضور جمهور والكلام ده كله برده مش هيبقى بالشراسه زي الفرق بتاعت شمال افريقيا لما بنلعب معاها الجمهور بتاعهم محب جدا للـ ممكن يحصل منه تجاوز واخد بالك في الحاجات دي مش هتحصل في جنوب افريقيا فالظروف ممكن تبقى افضل انا بشوف ان هي تبقى افضل لو احنا لعبنا زائد ان احنا معانا راجل متمرس في جنوب افريقيا عارف الدنيا ايه والكلام ده والله هو كان اختيار اكثر من رائع بالزبط. من البدايه وهو ليه كان غير متوقع بصراحه بس دايما الاهلي عنده يعني لا عنده اختيار سليم بس دي احنا شفناها رغم يعني اي انتقاد كان بيتلقى موسيماني بس دايما احنا وهو حتى تحديدا كان بيترفع عن الرد وكان الرد بتاعه في الملعب بصراحه ولحد دلوقتي اداء اكثر من هو ده الراجل العملي وعايز برضو اقول للناس برضو الناس الاهلاويه محدش ينصاك ورا حاجات بتتقال الكره الجميله فين الكلام اللي هو الكلام اللي بيخرجك بره تركيزك والكلام ده كله الراجل محقق عايز اقول 100% من البطولات اللي هو دخل فيها بطولة الدوري العام جه كملها وصل كاس عالم للأندية أخذ بطولة أفريقيا أخذ كاس السوبر راجل ماشي بشكل كويس هنطلع بقى بنغمة إن الكورة مش حلوة أصلي مش عارف الأداء إيه أصلي الكلام ده كله إحنا النادي الأهلي ناس بتوع بطولات لو لعبنا أداء كويس الأداء كويس طبعا مطلوب والكلام ده كله بس لو حد ياخد باله الفترة اللي جه فيها مستر موسيماني إحنا بنلعب كل 72 ساعة مباراة ودي يعني تهد اي حد وتهد اي فرقه بخلاف العنصر كمان البدني او الخططي او الكلام ده كله العنصر الذهني بتاع اللعيبه نفسها ان لا انت تفضل مركز كل 72 ساعه بيبقى لك هدف جديد لمباراه جديده لحوافز جديده للكلام ده كله دي صعب على اي بني ادم اقول لحضرتك حاجه كابتن حسين البعض اختلف في النقطه دي بس قبل ما نروح انا بس عايز اقول لحضراتكم طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه فرحه كانت في كل العالم يعني بس هنا تحديدا دي لقطات من فرحه جماهير الاهلي في غزه احنا فرحانين وهنقول دايما يا رب القادم كمان يكون يعني نصر للاهلي لكن امبارح لازم نفرح بغض النظر بقى عن اللغه يعني لسه 90 دقيقه والشوط الاول يعتبر بس لازم نفرح بفريقنا لازم نفرح بجهازنا الفني بعض مجلس الاداره يعني كابتن الخطيب لازم نفرح جدا وجوده كمان اتكلمنا ان هو شيء كان اساسي وبيفرق كابتن حسين يعني كابتن الخطيب بنتفائل بيه بصراحه لما بيروح مع الفريق اي بعثه بجد الحمد لله بيرجعوا لنا منتصرين دي حقيقه بقى يعني احنا عندنا رئيس نادي يعني عايز اقول شهادته تبقى مجروحه فيه شويه بس الكابتن يعني بصراحه في كل حاجه يعني هقول لحضرتك حاجه برده معلش لو لقينا فرقه الطايره كابتن موجود صح باسكت كابتن صح موجود صح رغم ان كان عنده برده ربنا يديله الصحه ومجهود كبير عليه السفريه بتاعت جنوب افريقيا ورجع على قطر صحيح ورجع على هنا وبعد كده يرجع تاني المغرب والكلام ده كله لا يعني انا كل التحيات وده يعني اللي هو ايه مش عايز اقول غريبه ولا حاجه زي كده هو راجل اهلاوي من ساسه لراسه وحابب الملعب وراجل يعني ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله باذن الله والعشرة على الرقم بتاعه يا رب كمان ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بيها ان شاء الله باذن الله وتبقى فتحه خير يعني ان شاء الله يا طبعا احنا فرحنا الفرحه الاهلاويه في كل مكان في العالم ولكن اكيد يعني دي حته كده في القلب في الاعماق يعني اكيد احنا فرحنا كمان بشكل استثنائي فرحه اهالينا بغزه اللي يستحقوا الفرحه الحقيقه غزه الصامده الباسله وطبعا تحياتنا لكل مشاهدي قناه الاهلي في غزه تحيه كبيره جدا مننا كابتن حسين كده خلاص شرفت طبعا والله سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم ربنا يخليك ربنا يخليك احنا انبسطنا جدا واستفدنا كمان من وجهه نظرك ورؤيتك للامور نورت الدنيا كابتن ربنا يعزك الله يخليك والف الف مبروك للنادي الاهلي والاهلاويه كلهم وكل التحيه والتقدير لاهالينا في غزه طبعا الناس دي ليها كل الاحترام والتقدير طبعا ان شاء الله بامر الله واحلى حاجه ان هم سعدة دلوقتي بالاهلي مش احنا اللي قلنا الكلام ده الاهلي دايما بيسعدنا يعني اتكلمنا في الموضوع ده وبرده ده مش
مش مجامله او ده مزايده، لا بجد احنا بنتكلم في فترات كان ما بيبقاش في اي حاجه، وتحديدا كان 2020 لو انت فاكر طبعا. كنا بنقول الحاجه الوحيده اللي مفرحانا يا جماعه هي البطولات اللي بيحصل عليها النادي الاهلي، فالحمد لله ربنا يديم علينا. اللهم امين. نورت الدنيا، سعيد بوجود حضرتك، وطبعا اكيد نشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد و10 صبح في الاهلي ان شاء الله.